منذ الأشهر الأولى للعام 2020 استشعرت باريس خطر انتشار فيروس كورونا مبكرا، فرضت حجرا إلزاميا دام 55 يوما وسط ارتفاع كبير في عدد الإصابات والوفيات. أغلقت فرنسا حدودها مع جيرانها والعالم، واستعانت بألمانيا وسويسرا لنقل مصابيها إلى مستشفيات هذه الدول بسبب الاكتظاظ الكبير في غرف الإنعاش. تدخل الجيش على خط المواجهة مع الفيروس وأقام مستشفيات ميدانية للتخفيف من الضغط على مستشفيات المدن الكبرى. انتهى الحجر الأول وفرضت الحكومة حجرا جديدا رافقته أزمة اقتصادية قاسية. اكتشف الفرنسيون أيضا أن حكومتهم أخفت عنهم كثيرا من المعلومات بخصوص آلية مواجهة الجائحة، كما اكتشفوا أيضا أن نظامهم الصحي هش بعد أن تباهوا به لعقود. خلال هذه السنة شهدت فرنسا مرة جديدة أعمالا توصف بالإرهابية، ففي 2020 عادت شارلي إبدو مرة أخرى لنشر رسومها المسيئة للرسول. تزامنا مع هذه الأحداث خرج رئيس الجمهورية ليقول إن الإسلام يعيش أزمة، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية مناهضة لكلام ماكرون. رافقتها حملة مقاطعة اقتصادية لفرنسا دفعت الرئاسة الفرنسية وخارجيتها للتوضيح بخصوص تصريحات الرئيس وأن المقصود هو التطرف الإسلاموي وليس الإسلام كدين. كانت للرئيس الفرنسي أيضا صولات وجولات خارجية حاول من خلالها إعادة فرنسا إلى الساحة الدولية، بدءا من لبنان حيث فشلت محاولاته في تشكيل حكومة خارج الأحزاب السياسية، إلى مناكفاته السياسية مع تركيا بخصوص أزمة شرقي المتوسط وليبيا وناغورني كاراباخ، انتهاء بتهنئته المبكرة لجو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه على ترامب الذي غير مسار علاقة تاريخية بين واشنطن وباريس. كانت هذه السنة اختبارا صعبا للرئيس الفرنسي ماكرون الذي يسعى للترشح لولاية ثانية، لم يكن يتوقع أنه بعد عام من موجة السترات الصفراء سيواجه جائحة قد تزعزع أركان حكمه مع صعود أرقام الفقراء وتراجع نسبة من ينتمون للطبقة الوسطى. محمد الحجي، العربي، باريس.